سلامة الملاحة البحرية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نحن على ثقة بما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات والمضي قدما لمواصلة مسير التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار للدول العربية ويحقق آمالها وتطلعاتها. وفي الختام سرنا تهنئة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمسؤولية توليه رئاسة الدورة 33 للقمة العربية، سائلي المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في أداء هذه المهمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد منهم كافي. اسمح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمنا وباسم أهل البحرين يسعدنا أن نرحب بكم إخوة أعزاء وأهلا كراما في داركم التي تتشرف بانعقاد هذا اللقاء العربي المبارك، لنجدد معكم العزم والأمل المشترك لمستقبل واعد لأمتنا العربية نستبشر فيه الخير والرخاء لشعوبها وشعوب العالم كافة. ويشرفنا تسلم رئاسة القمة من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مقدرين له جهودها البناءة ومبادراتها القيمة خلال رئاسته للدورة السابقة، وبدعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما يطيب لنا أن نعرب عن بالغ الشكر لمعالي الأخ الموقر السيد أحمد أبو القيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفريقه المتميز على ما تفضلوا به من تعاون مثمر واستعدادات فائقة التنظيم تحضيرا لأعمال هذه الدورة المهمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد قمتنا العربية اليوم وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة ومآس إنسانية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. ومع استمرار هذه المخاطر المحيطة بأمننا القومي العربي، يتزايد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحماية مسيرتنا العربية المشتركة ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية تقربنا من تطلعاتنا المشروعة كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه. وفي ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتغرير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة
موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب وإحلال السلام النهائي والعادل كخيار لا بديل عنه. إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام، وإذ نجتمع اليوم من أجل فلسطين، فإننا لنؤكد بأن مصلحة شعبها يرتكز على وحدة صفه كهدف منشود لا حياد عنه، وستظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لهذه الوحدة. ومن دون شك فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي بأكمله، ليتجاوز أزماته ولتتلاقى الأيادي من أجل البناء التنموي المتصاعد دعما للأشقاء الفلسطينيين جميعا. وسبيلنا لذلك نهج التناصح والحوار السياسي الجاد، وهو ما نأمل رؤيته قريبا في أرجاء عالمنا العربي. ويتزامن اجتماعنا هذا مع احتفاء الأسرة الدولية باليوم العالمي للعيش معا بسلام، ولتجسيد هذه القيمة الحضارية وتحويلها لواقع نعاصره ونعايشه، فيجب أولا التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي لا قناعا لصون مسيرتنا الإنسانية وتأمين وصولها لقدها المشرق. ومن هذا المنطلق تتقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها، وأولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، ومقترح خاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، ومبادرة تهتم بتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. ونتطلع إلى تحقيق كل ذلك من خلال قنوات العمل العربية المشترك وشراكاته الدولية. إن نجاحنا في التقدم والبناء الحضاري لامتلاك استحقاقاته لهو مرتبط بقوة إيماننا واستمرار سعينا لتحظى شعوب المنطقة بأجواء السلام الدائم، وأن تعتاد الأمان، ولتنعم بجوهر التنمية الشاملة والقائمة على العدالة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان وحماية حرياته. آملين بأن نصل بمشاوراتنا وقراراتنا لما يسهم في إعادة التأسيس لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق تستحقه أجيالنا القادمة، وأن يكون لقاءنا المبارك منعطفا تاريخيا بناء لدولنا وعالمنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لإلقاء كلمته فليتفضل. شكرا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين،
أصحاب الفخامة والسمو، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكم جلالة الملك، ومن خلالكم إلى شعب مملكة البحرين الحبيب الكريم وحكومتها على ما أحطنا به من رعاية وكرم وحسن وفادة، وأن أهنئكم على تبوؤكم رئاسة القمة في دورتها 33، وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا. كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما بذلته الرئاسة النشطة للمملكة العربية السعودية خلال القمة الماضية، والتي تزامنت مع أحداث انجزام شكلت تحدياً كبيراً للعرب وللجامعة العتيدة. جلالة الملك، إن هذه القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثاً تاريخياً فارقاً، ولن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص. وقد صار العالم كله مدركا لحقيقة باتت ساطعة، وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فالاحتلال لا يمكنه الاستدامة سوى بممارسة التطهير العرقي وبالإمعان في فرض واقعه الغاشم بقوة السلاح. أما طريق السلام والاستقرار في هذا الإقليم فيقتضي منهجا مختلفا، يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، ويقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67. لكن للأسف ما رأيناه من الاحتلال عبر الشهور الماضية، وربما أيضا لعقود طويلة، يشير إلى أن الأوهام لا زالت تحكم التفكير، وأن تصورات القوة والهيمنة العرقية لا زالت تسيطر على السياسات. وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاء سياسيا بالذات مع بداية العدوان لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزا عن لجمها. إن النكبة التاريخية لم تمحو الفلسطينيين من الوجود، لم تخرجهم من الجغرافيا، ولم تشطبهم من التاريخ، فأبناء أبنائهم هم من يمارسون هذا الصمود الأسطوري اليوم على أرضهم في قطاع غزة وكافة ربوع فلسطين. إن التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا، مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا، مرفوض ولن يمر. إن أحدا لا يريد العودة إلى اليوم السابق على 7 أكتوبر، وما يرتكبه الاحتلال من فظائع وشناعات في غزة لن يعيد إليه الأمن. إننا نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماض مأساوي أوصلنا إلى هذه النقطة، ولا مستقبلا آمنا في المنطقة سوى بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية. إننا نطالب المجتمع الدولي بمن فيه أصدقاء إسرائيل، بل بالأخص أصدقاء إسرائيل، نطالب المؤتمر الدولي مثلما تحدثتم جلالة الملك للسلام يجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي وبالعمل على مساعدة الطرفين ومرافقتهما لتحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب ومضبوط ومحكوم، إنقاذاً لمستقبل الشعوب الذين يستحقون السلام والأمن في فلسطين والعالم العربي وفي إسرائيل أيضاً. جلالة الملك، إن أزمات المنطقة العربية لا زالت مفتوحة، والكثير من الجراح لم يلتئم. الجرح في السودان غائر وخطير، لأنه يهدد بقاء الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية، ويهدد حياة الملايين من الناس، وأنني أدعو الجميع إلى إسكات البنادق فوراً، صوناً لحرمة الدم السوداني الغالي، ولوحدة الوطن المهدد بالانقسام.
ومن أجل الجيران أيضا. وفي اليمن وليبيا وسوريا أزمات أنهكت الدول والشعوب، أزمات مجمدة تنتظر حلولا وتسويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تتطلع إليها الشعوب في هذه الدول، وكذلك جيرانهم ممن طالهم أذى هذه الأزمات وتبعاتها الخطيرة. إنني أدعو وأعمل بلا كلل للاستمرار ومواصلة الجهد من أجل إيجاد حلولا عربية للأزمات العربية. جلالة الملك، يمر العالم بحالة غير مسبوقة من الاستقطاب المنذر بالخطر والخسارة للجميع، وينأى العالم العربي بنفسه عن أن يكون طرفا في استقطاب نرى بوضوح مآلاته السلبية على العالم، ونستمر من خلال الجامعة العربية في إدارة علاقات متوازنة بين المجموعة العربية والشركاء والمجموعات الدولية من الشرق والغرب والمجتمع الدولي، علاقات تتأسس على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ولا تحمل انحيازا لطرف ضد طرف أو اصطفافا في الصراعات يخرج الجميع منها خاسرا. وبالمثل تسعى الدول العربية في علاقاتها مع جيرانها في الإقليم إلى علاقات بناءة من حسن الجوار تتأسس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهدف الشعوب العربية هو التنمية ومواجهة المشكلات القائمة. والكثير من الدول العربية يتبنى خططا طموحة تهدف إلى وضع المنطقة العربية في مكانها اللائق على الساحة العالمية. ونؤكد هنا أن العمل الجماعي مثلما قلتم جلالة الملك هو السبيل إلى تحقيق رخاء الجميع، فلن يخرج العرب من عثراتهم إلا بالتضامن مع بعضهم البعض، ولن ينهضوا إلا معا. على الله قصد السبيل. شكرا لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي الأمين العام على كلمته. الحضور الكرام، يشاركنا في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية ضيوف أعزاء يمثلون المنظمات الدولية والإقليمية، فأهلا وسهلا بهم. والآن أدعو معالي السيد أنطونيو كوتييروس الأمين العام للأمم المتحدة لإلقاء كلمته، فليتفضل. Your Majesty King Ahmad bin Isa Al-Khalifa, thank you so very much for your kind invitation and for your wonderful hospitality. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Highnesses, Excellencies, Secretary General Abul Gate. I was born in Lisbon, a city that for centuries was part of Al-Andalus. This was a time when Cordoba was the center of culture and civilization of the Iberian Peninsula, just as Baghdad was the center of culture and civilization of the world, reaching out from the Chinese border to the Atlantic coast. But history moved on. And a number of transformations, cultural, economic, technological, and military, changed the world to the detriment of the Arab people. The majority of Arab countries were colonized. It took decades of struggle for liberation, sometimes bloody wars, often with long periods of exploitation, and the legacy of lines arbitrarily drawn in the sand. But today, once again, the world is changing, and I see enormous potential in the Arab region. You have the resources, you have the culture, you have the people. But there is one core condition for success in today's world: unity. Time and again, history has shown that divisions allow outsiders to intervene.
مهمة جدا التي تحد من ارتفاع الصراعات أيضا والإرهاب في الوطن والعالم التطور ومن أجل ثقافة ورفاهية الشعوب وتغلب على هذه الأشياء يتطلب الكثير من المعالجات أيضا وكذلك الجهود الكثيرة من أجل السلام في الوطن العربي وما وراء ذلك. أصحاب السعادة نحن نعاني من الكثير من الأمور التي تحصل في غزة والتي نأمل أن لا تؤثر على المناطق الأخرى وهذا يعتبر أكبر صراع مرة حول الصحفيين والعالم والمدنيين بالطبع لا يمكن لشيء أن يبرر ذلك بالهجوم السابع من اكتوبر من قبل حماس ولا يمكن لشيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني إنما أسات الشعب الفلسطيني المدني تتصاعد وتتفاقم أيضا وكذلك الأطفال يعانون من الأخطار ومن المشاكل أيضا ومن أجل البقاء الإنساني أيضا وفي الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل من الأشكال عندما نحتاج لإنقاذ الحياة وتقديم أيضا المساعدات الإنسانية طبعا بقطاع غزة وهذه العمليات أيضا في قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين عبر الحدود تحتاج إلى دعمنا والمالي والجهود أيضا وكذلك أيضا التوترات المتصاعدة في القدس أيضا تتصاعد بوجود المستوطنات والمستوطنين أيضا الذين يقومون بهذه الدمار لهذه المساعدات والتخريب أيضا الطريقة الرهيبة الممتازة التي لابد من اتخاذها لوصول إلى حلول للعيش الفلسطينيين والإسرائيليين مع بعضهم البعض جنبا إلى جنب أيضا وفي القدس وفي المناطق الجغرافية أيضا وكذلك لابد من تعزيز أيضا الأماكن المقدسة بوسط المملكة الأردنية الهاشمية. أصحاب السعادة إن السودان أيضا الحرب تدمر البلد أيضا وتدمر الشعب أيضا والمساعدات الإنسانية أيضا تقريبا 18 مليون شخص يعانون من المجاعة في إيران وهذا يعمل تعزيز السلام والعمل على وقف إطلاق النار ويبدا من اتباع ذلك بهذه العملية التي أضمن الكثير من الدعم من الأمم المتحدة لهذا الموقف لحماية أيضا الأماكن الهشة في ليبيا واليمن أيضا إن مشكلة اللاجئين أيضا وكذلك الشعب السوري أيضا يعانون الكثير من هذه المشاكل أدعو الشعب السوري للتوحد مع بعضهم البعض وإزالة الخلافات فيما بين الشعب السوري واحترام الحقوق الإنسانية للجميع. أصحاب السعادة نحن نواجه مسألة سورية كبيرة أيضا والجوع والتفرقة أيضا وهذا نحن بحاجة إلى الكثير من إصلاح النظم السياسي من مجلس الأمن لتمثيل هذه الواقع وعدم الانجرار إلى حرب أخرى كبيرة and more justice in international العدالة أيضا على المستوى العالمي أيضا
to the summit in New York in September. وفي القمة التي حصلت في نيويورك في سبتمبر. There is no better moment for the Arab region هنا to come together. Unity and solidarity throughout the Arab world would amplify the vital voice of the region and further boost your influence on the global stage. It can help this region find peace, make the most of its enormous potential, and further contribute to the global العالم. In all this work, you can count on the United Nations and on me personally for our support and partnership. الدعم وشراكة منكم الأمم المتحدة. شكرا لكم جميعا. نشكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة على كلمته. معربين عن الشكر والتقدير لجهوده ومواقفه الداعمة للقضايا العادلة ليس في الوطن العربي فقط ولكن في العالم أجمع. وندعو الآن معالي السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإلقاء كلمته فليتفضل. والصلاة والسلام على نبيه الكريم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد الأمين العام للجامعة العربية، السيدات والسادة، يطيب لي في البداية نيابة عن المفوضية الاتحاد الإفريقي وأصالة عن نفسي أن أتوجه بخالص الشكر وأصدق التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرئاسته الناجحة للجامعة العربية في دورتها السابقة. كما أتوجه بخالص الشكر وأصدق الأماني بالتوفيق لصاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على توليه رئاسة الدورة الحالية. فكلنا ثقة في أن رئاسته الميمونة ستسهم كثيرا في الارتقاء بالعمل العربي المشترك والشراكة الإفريقية العربية ودعم أولوياتها وطموحاتها المشروعة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد هذه القمة في ظروف دولية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة للعالم العربي كما بالنسبة للقارة الإفريقية على حد سواء. إننا جميعا نواجه حربا شعواء على الشعب الفلسطيني الصامت، وتزداد المخاطر الهدامة للأنفس البشرية والبنية التحتية كافة بتوسيع رقعتها إلى رفح دون أن تتوقف في المناطق الأخرى من قطاع غزة. إن الاتحاد الإفريقي منذ اللحظات الأولى ندد بشدة بهذا الدمار غير المسبوق في التاريخ الإنساني، كما طلبنا وما نزال نطالب بإلحاح لتضافر الجهود بفعالية من أجل وقف الحرب وإعمال الحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين المتعايشتين في سلام واحترام وسيادة وأمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. إن تفعيل هذا القرار الدولي الذي يحظى اليوم بالدعم الصريح للغالبية العظمى من الدول وشعوب العالم هو السبيل الوحيد لإقرار الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأمن واستقرار المنطقة برمتها. إن كل تأخير في تفعيل القرار الحصيف الوحيد هو دعم لمواصلة الكارثة لمزيد من زحق أرواح الأبرياء وسفك الدماء وتدمير كل مقومات الحياة لشعب بأكمله بصرف النظر عن كونه عبث صارخ بكل القيم والمبادئ النبيلة التي أنبنت عليها الحضارة الإنسانية. إننا في الوقت الذي نشاهد العالم نناشد العالم بالضغط القوي من أجل وقف الحرب وتضخيم الدعم الإنساني، نشيد بمجهودات كل الخيرين لبلوغ هذا الهدف، ونخص هنا بالذكر دولة قطر وجمهورية مصر العربية
ونتمنى لهم التوفيق في مسائهما في هذا الصدد. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا في الاتحاد الإفريقي لمتشبثون بمبادئ وقيم الشراكة الإفريقية العربية وبالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية القائمة بين عالمينا، وكذا بالاشتراك المصير الواحد بيننا. وإننا في هذا المقام لنعرب عن تقديرنا الكبير للجهود المختلفة المبذولة ولنتائجها المثمرة. فبصرف النظر عن أوجه التعاون الثنائي بين الدول العربية والدول الإفريقية، فإن جهود البنك الإسلامي للتنمية طيلة 50 سنة الماضية، وكذا البنك العربي الإفريقي للتنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية في فترة مماثلة، قد ساهمت بلا شك في دفع عجلات التنمية عبر القارة الإفريقية. ولكن رغم ذلك، ما تزال شراكتنا تحت المستوى العاكس لطبيعة وإبعاد علاقاتنا. لقد عربت مرارا وتكرارا عن رغبتنا في تنشيط هذه الشراكة لما فيه خير شعوب ودول العالمين، ولن يفوتني ولن تفوتني فرصة سانحة إلا وذكرت فيها بلا مواربة بأن شراكتنا في حجمها الراهن لا ترقى إلى مستوى تلك العلاقات التاريخية والأبعاد المختلفة. نحن وأنتم مطالبون بتلاحم حقيقي لتلاقي الخلل والنهوض بشراكتنا حول أولوياتنا في الاستثمار والبنية التحتية والاندماج الاقتصادي والتكامل التجاري ومقاومة التدهور البيئي والاكتفاء الذاتي والتقنيات الحديثة، ولتعزيز التضامن في المحافل الدولية حول قضايانا واهتماماتنا المشتركة. إن الاضطرابات الشديدة في عالم اليوم لا تترك لنا عذرا في التراخي، لذا فإنني أدعوكم إلى وزمة جادة على أساس إرادة سياسية أكثر تصميما وأدق تخطيطا وبرمجة. أصحاب الجلال والسمو، إن الأوضاع في السودان والحرب المدمرة التي تدور رحاها في كل مناطقه يجب أن تتوقف فورا، وأن يجلس أهل السودان في حوار مباشر بينهم بعيدا عن كل تدخل أجنبي. كما يلزم أن ندعم بجد وإخلاص الإشقاء في ليبيا من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسساتهم والمضي ببلدهم إلى بر الأمان. إن الوضع في الصومال يستدعي مضاعفة التضامن مع هذا البلد الشقيق لتحقيق النصر النهائي ضد الإرهاب ولإعادة توحيد البلاد وتعزيز السلم والمصالحة وإعادة البناء والإعمار. إننا في الاتحاد الإفريقي على أتم استعداد للعمل المشترك معكم لتحقيق الغايات المنشودة تلك. أتمنى لقمتكم الغراء كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على كلمته، وندعو معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطمجسي لرواح حمد من الخليفة السوفران دي رويوم دي بحرين ريزيدان دي لاتواليسيون دي كونسي دي لاليك رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، أصحاب المعالي وأصحاب السمو أحمد أصحاب السعادة صاحب السعادة الأمين العام للجامعة العربية، السلام عليكم ورحمة الله. إنه يطيب لي أن أتقدم بالشكر بن عيسى الخليفة السوفران لليوم ببحرين
سمو الملك حمد بن خليفة البحرين، وأهنئه على استضافة البحرين لهذه الدورة، وأنا أرجو من الله عز وجل، أدعو الله عز وجل أن تكون هذه الدورة دورة ناجحة بحول الله. وأريد أيضا أن أشيد بالرئاسة التي أخذتها على عاتقها المملكة العربية السعودية، والتي نجحت فيها إلى حد كبير جدا، وأن أشكر كل المجهودات التي قاموا بها. وهذا طبعا تحت سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذا تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله. إن المشاركة أو مشاركة منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه الدورة جاءت لتأكيد عمق العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. إن عملنا المشترك وعلاقاتنا المتأصلة في التاريخ هو هذا ما يجمعنا وما يجمع بلداننا، وأيضا يجمع نظرتنا المستقبلية وأيضا نظرتنا إلى الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إن هذا المؤتمر ينعقد أياما معدودة فقط بعد انعقاد المؤتمر العالمي، المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي. هناك آمال كبيرة معلقة من قبل شعوبنا، وخاصة من قبل الشعب، أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون إلى حرب غاشمة، حرب وحشية جاءت على الأخضر وعلى اليابس، والتي حصدت إلى حد الآن عشرات الآلاف من الضحايا، أكثريتهم من النساء والأطفال، ومن دون التكلم عن تقريبا مئات الآلاف إذ لم نقل ملايين من النازحين الذين اضطروا إلى النزوح قسرا. وحرب أتت على المستشفيات وأتت على البنية التحتية، والتي ضربت عرض الحائط كل القرارات الدولية والقرارات الأممية. علينا أن نعمل بتضافر الجهود حتى نصل إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين الشقيقة. وعلينا أن نعمل على مستوى وزراء الخارجية حتى نتدارس وحتى نخرج بقرارات قوية لحماية الشعب الفلسطيني من ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وطبعا ينبغي علينا أن نتخذ كل القرارات التي ستمكن الإخوة الفلسطينيين من البقاء على أرضهم، وعلينا أيضا أن نشهد كل المسؤوليات على المستوى العالمي حتى نوقف هذه الحرب الغاشمة، هذه الحرب الدموية. علينا أيضا أن نحرك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي حتى ندافع، حتى نضمن حماية لأبناء الشعب الفلسطيني وأيضا لمحاسبة الجنات. نحن نستقبل بصدر رحب كل ما قيل وكل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة، وأيضا طبعا وما قيل أيضا فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين، حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله مثل شعوب العالم. وطبعا علينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة ولهذا القرار، وعلينا أن ندعمه إلى حد بعيد. أصحاب الجلالة وأصحاب السعادة، من السكان من نوزيتامان واليمن، عن ليبيا والسودان،
طبعا الحوار يبقى هو السبيل الوحيد من أجل إحلال السلام ومن أجل يعني تحقيق الأهداف المرجوة في على أرض الواقع. فإن منظمة الاتحاد الإسلامي تشجع كل الأطراف على أن تعتمد على الحوار من أجل الوصول إلى السلام ومن أجل الوصول إلى الاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي. وهذا هو السبب الذي عملنا عليه في كثير من المرات مع الصومال مع السلطات الصومالية، وأكدنا على وحدتها الترابية وعلى استقرارها أيضا، وأيضا لمجابهة الإرهاب والتطرف أيضا. وأيضا عملنا في العديد من المجالات من أجل محاربة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وخاصة الحوادث التي تم خلالها إحراق نسخ من القرآن. ونحن نعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحد من المظاهر، مظاهر خطاب الكراهية وغيره. ونحن نشجع طبعا التحاور بين مختلف الحضارات ومختلف الأديان، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في أعمالنا هذه. نشكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على كلمته، ونبدأ الآن على بركة الله كلمات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الكرام. وأدعو صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي العربي الهاشمي الأمين. أخي جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة، أصحاب الفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعرب لأخي جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة ولمملكة البحرين الشقيقة عن بالغ الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والتنظيم، وأن أتقدم بشكر إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودهم في تنظيم الدورة السابقة. الإخوة القادة، واقع أليم وغير مسبوق تشهده منطقتنا العربية في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك. إنما يشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع. فعلى الحرب أن تتوقف، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدا منذ أكثر من 7 عقود، ونمهد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار. الإخوة القادة، إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب منا تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران
عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الإخوة القادة، وفي الوقت الذي نؤكد استمرارنا وبالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين في إيصال المساعدات إلى الأهل في غزة، فإننا نشدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة الأنروة للقيام بدورها الإنساني وزيادة المخصصات لهذه المنظمة الأساسية والمهمة. ولا بد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين، فضلاً عن وقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. أما القدس فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وسيواصل الأردن حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. الإخوة القادة، لا بد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون العربية. وفي الوقت ذاته علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة وأعمال هذه العصابات الإجرامية، وخصوصاً تهريب المخدرات والأسلحة الذي يتصدى له الأردن بحزم منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارجي. الإخوة القادة، آمل أن يكون اجتماعنا القادم في ظل ظروف أفضل على شعوبنا، فمن حقهم علينا أن نعمل لتوفير مستقبل يسوده السلام والأمل ويتعزز فيه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على كلمة. وادعو الآن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رئيس القمة العربية، الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة، وأعرب عن التقدير لوجود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة. الحضور الكريم، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. إن أطفال فلسطين
الذين قتلوا ويتموا منهم عشرات الآلاف في غزة ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة. بينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين. ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها. كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب. إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية، وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا أمام قادة وزعماء الدول العربية أوجه نداء صادقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار. فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر، وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته. وأدعو الآن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من 7 أشهر
وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا في قطاع غزة. أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال سقطوا شهداء وجرحى، وأكثر من 70% من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دمرت بالكامل، كل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق، حيث استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات خلال هذه الفترة، 3 منها لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أما في الضفة الغربية والقدس فقد واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين. فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟ في خضم كل هذا نحن لا نزال نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا، وقد شكلنا قبل أسابيع عدة حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبنا ولتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني وإعادة الإعمار. ورغم أن هذه الحكومة قد استقبلت بترحاب من العالم، إلا أنه لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعا، كما لا تزال إسرائيل تحتجز أموالنا، ما يجعلنا في الحقيقة في وضع حرج للغاية. لقد أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان، أيها الإخوة، شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، كما لابد من مطالبة الولايات المتحدة الراعي الأساس لإسرائيل بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير. صاحب الجلالة، الأخوات والإخوة، قبل 7 أكتوبر الماضي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقطاع حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وحتى تضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي، كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلا وتدميرا وتهجيرا. نحن لم تخف علينا نتائج ذلك ومآلاته، ولذلك أعلننا موقفا واضحا وصريحا فقلنا: أولا، نحن ضد استهداف المدنيين، كل المدنيين بشكل مطلق. ثانيا، أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي
لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يوميا وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز. ثالثا، لابد من زيادة وصول المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع، لأن من لم يمت بالقنبلة يموت جوعا أو عطشا. رابعا، منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خارج بلادهم، لا نريد أن تتكرر مأساة 48-67. البدء فورا بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وذلك بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بقية شعوب العالم، والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن، والذهاب لمفاوضات تنهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية حتى خطوط عام 1967. صاحب الجلالة والفخامة والسمو، رغم الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن مواقف الشعوب، الآن نتكلم عن الشعوب بما فيها الشعب الأمريكي والكثير من الدول، أصبحت أكثر التزاماً بالعدالة والقانون الدولي وأكثر رفضاً وإدانة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على شعبنا. نحن نشيد بما يشهده العالم وبخاصة الجامعات في أمريكا وأوروبا من احتجاجات رافضة للعدوان وللاحتلال الإسرائيلي ومناصرة لحقوق شعبنا في صحوة تسجل للشعوب المحبة للسلام حول العالم. كما نشيد بالدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين من دول حوض الكاريبي، ونقدر عاليا الدول التي صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة كاملة العضوية، وحصلنا على 143 صوت. صاحب الجلالة، الإخوة القادة، أمام الرفض الإسرائيلي للسلام ومبادرة السلام العربية واستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة وممارسات حكومة الاحتلال هذه في التدمير مؤسسات دولة فلسطين باقتطاع وحجز أموالنا، الأموال لنا هي مش يعني ليست منحة من إسرائيل، هي تجمعها لنا وباسمنا، وتكثيف الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين على أهلنا في الضفة والقدس ومقدساتنا فيها. فقد قررنا استكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونطلب من الأشقاء والأصدقاء مراجعة علاقاتهم معها وربط استمرارها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية. في الختام، أتقدم لأخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على استضافة هذه القمة، كما أشكر المملكة العربية السعودية على حسن قيادتها للدورة السابقة للقمة، وأشكر القادة الأشقاء على دعمهم المستمر لقضيتنا الوطنية، وأتقدم من خلالكم بالتحية لشعوب العالم الحر التي وقفت إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فخامة الرئيس. وأدعو الآن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملك المملكة مملكة البحرين الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية التوجه بالشكر الجزيل إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحرين عموماً على استضافة هذه الدورة 33 لجامعة مجلس جامعة الدول العربية، وعلى ما أحطنا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة أصيل. كما أهنئ جلالته على تسلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، منوهاً بما يطلع به من دور بارز وقوي في خدمة قضايا أمتنا العربية. ويطيب لي كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان على ما تحقق خلال رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدورة الماضية من إنجازات مشهودة في الدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. ولا يفوتني في هذا السياق أن أنوه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها سعادة الأمين العام السيد أحمد أبو الغير وفريقه في سبيل ترقية وتطوير آليات عمل جامعتنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، غني عن البيان أن الظروف التي تنعقد فيها قمتنا اليوم ظروف استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، فذلك أمر نحسه جميعاً بمرارة وأسن فيما يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، من إبادة جماعية ممنهجة. كما نحسه كذلك بعمق في ضعف قدرتنا الجماعية على التأثير الفعال دولياً، على الرغم مما نتمتع به من إمكانات تؤهلنا لأن نكون فاعلاً ناجع التأثير على الساحة الدولية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن إصرار إسرائيل في قطاع غزة على مواصلة القتل والتشريد والإبادة الجماعية على مرأى ومسمعاً من العالم كله ليضعف الثقة والأمل في المجتمع الدولي ومؤسساته ويرسخ القناعة بازدواجية معاييره. وهذا الوضع مما يوجب علينا كدول عربية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق مع جميع الأطراف الدولية من أجل أن يوضع على الفور حد نهائي لهذه الحرب الهمجية الظالمة، وأن يعاد بالوضع إلى ما كان عليه قبل انطلاقها، توطئة للعمل على إقامة حل دائم يضمن حق الفلسطينيين الأصيل في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما تقتضيه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربي. فذاك هو موقفنا الثابت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وإننا لمقتنعون أنه لا يوجد سبيل غيره لقيام الأمن والاستقرار بنحو مستديم وشامل في هذه المنطقة. وإنه لمخطئ جداً من يعتقد أنه بالتمادي في الفتك والتدمير يمكنه أن يحرز لنفسه أمناً واستقراراً دائمين على حساب الآخرين. وكما أننا ملزمون بالسعي الحثيث لوقف الحرب على غزة وتمكين الفلسطينيين من استيفاء حقهم الأصيل في إطار حل الدولتين، فنحن كذلك مطالبون على وجه الاستعجال بإيجاد حلول سليمة مستدامة للنزاعات البينية حيثما قامت في فضائنا العربي. صحيح أن الأزمات المتنوعة التي يعيشها عالمنا العربي تعود في الجزء الوافر منها إلى تعقيدات الظرف الدولي وما يطبعه أحياناً كثيراً من جسيم التحديات، لكن لقصور عملنا العربي المشترك عن الحد المأمول من النجاعة دور معتبر في استمرار هذه الأزمات وأحياناً في تفاقمها. ولذا
لا بد لنا من العمل على نبذ أسباب الفرقة والشقاق وعلى ترقية ثقافة الحوار ودوام التنسيق على مختلف المستويات. وإنما يجمعنا من روابط تاريخية وثقافية وعقائدية متينة، ومن بنت عليه حضارتنا العربية من عظيم قيم الإخاء والتعاضد والتآزر، لا يجعل لزاما علينا تحقيق الأمن والسلام في كامل فضائنا العربي حتى يصير بحق فضاء أخوة وتصالح وتكامل. وتعزيز عملنا العربي المشترك هو بوابة إلى حل أزمتنا العربية، وكذلك إلى التكيف الناجع مع ما يلوح في الأفق من تغيرات جيوستراتيجية عميقة. وإنني أرجو لهذه الدورة 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية أن تشكل نقطة تحول حاسم في اتجاه الارتقاء بعملنا المشترك إلى المستوى الذي يحقق آمال شعوبنا ويعزز قدرتنا على رفع ما تواجهه أمتنا من حاد الأزمات. لأرجو لأعمالها كل التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكراً لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على كلمته. وأدعو الآن فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي لإلقاء كلمته، فيتفضل. شكراً أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر ووافر التقدير لأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ولحكومته وشعبه الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المتميز لقمتنا هذه. كما يطيب لي أن أتقدم بعميق الشكر إلى أخي حضرة حاضم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهد مقدر وعمل دؤوب خلال رئاستها للدورة السابقة للقمة. وشكر موصول لمعالي الأمين العام للجامعة العربية وكوادر الجامعة على ما يبذلونه من جهود في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد قمتنا في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة العربية بظروف استثنائية قاسية وتحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي يتعرض أمام أنظار العالم أجمع بأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها التاريخ البشري الحديث. وفي هذا الصدد فإننا نعيد التأكيد على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا حيال هذه المسألة، مأساة التي يندى لها جين الإنسانية. ومن ثم فإننا نشدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أهلنا وأشقائنا في غزة، مجددين في الوقت ذاته مطالبتنا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل
ووقف التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، كما نؤكد على ضرورة إعادة إحياء مسار عملية السلام على أساس حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف الشرقية. وفي سياق الأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية، فإن استقرار الأزمة في الجمهورية اليمنية ودولة ليبيا الشقيقتين يفرض علينا تحركا عربيا مشتركا فعالا، والأمر ذاته ينطبق على السودان الشقيق الذي اندلعت فيه أزمة طاحنة قبل أكثر من سنة. وإذا لم نتعاون في احتواء هذه الأزمة التي يشتعل آرها في أرجاء عديدة من البلاد، فإنها تنذر بصراع طويل وتداعيات كارثية على السودان وعلى المنطقة برمتها. وكما أسلفت، فإن تسوية تلك الأزمات يستلزم جهدا جماعيا منسقا وعملا دؤوبا مشتركا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وأود التنويه هنا إلى أن جمهورية جيبوتي بذلت جهودا محمومة في إطار رئاستها الدورية لمنظمة الإيجاد للمساهمة في حلحلة الأزمة السودانية، ونؤكد من جديد ترحيب جيبوتي ودعمها الكامل لكل المبادرات الحقيقية التي من شأنها أن نساعد الأشقاء السودانيين على تجاوز المحنة وإيجاد حلا سياسيا شاملا للأزمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكرام، في ظل تفاقم حالة الانقسام والاستقطاب الدولي التي أفرزت صراعها لفرض الإرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، فإنه لا سبيل أمامنا إلا الاعتماد على قدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا وتوحيد جهودنا لصياغة حلول حاسمة وجذرية لقضايانا ومجابهة التهديدات الخطيرة على حاضر ومستقبل الأمة. ولن يتأتى ذلك بالطبع إلا من خلال تطوير وترقية عملنا العربي المشترك وفق نهج جديد يتجاوز المقاربات التقليدية ويضع في صلب أولياته هموم المواطن العربي. ولا يفوتني أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأجمل عبارات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب الجلالة والفخامة والسمو على دعمهم لترشيح معالي السيد محمود علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي لمنصب الرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وفي الختام أجدد وافر شكري لأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولحكومة مملكة البحرين الشقيقة وشعبها العزيز على استضافة هذه القمة وعلى الإعداد الجيد لإنجاحها، داعيا الله العلي القدير أن يلهمنا النجاح والتوفيق لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال رشيد رئيس جمهورية العراق لإلقاء كلمته، فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرين المحترم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي المحترمون، معالي الأخ أحمد أبو الغاث
الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن أكون بينكم اليوم في منام العزيزة للمشاركة في أعمال الدورة 33 لمجلس قمة جامعة الدول العربية، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم باسمي وباسم الشعب العراقي إلى جلالتكم وإلى الشعب البحريني الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم لجلالتكم بالتهنئة لترأسكم مجلسنا هذا على مستوى القمة في دورتها 33. وكلنا أمل وثقة بقدرة شخصكم الكريم على إدارة أعمال هذه القمة بكل حكمة، خدمة للعمل العربي المشترك. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية على حسن إدارة أعمال القمة العربية في دورتها 32. وكذلك الشكر الجزيل إلى معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية وللعاملين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهدهم في إعداد لاجتماعنا هذا وإساماتهم الفعالة في تحقيقها. نلتقي اليوم بالتزامن مع استمرار تداعيات العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على شعب الفلسطين في قطاع غزة في انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني، ودمار استباح دماء الأبرياء سيما الأطفال والنساء والشيوخ، وأدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد أكثر من 100,000 فلسطيني وبشكل ممنهج ووحشي وبما يعد إبادة جماعية بكل المقاييس. ومن هنا نجدد الموقف العراقي الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين دعم العراق لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات الوحشية المستمرة، وعلى تضامن العراق المطلق مع الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وتطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية واستعادة الأراضي المحتلة كافة. يدعم العراق كل تطور إيجابي يسهم في وقف النزاع الداخلي في سوريا ويجدد موقفه الداعم إلى حفاظ على وحدة أراضيها والعمل على تطهيرها من كل ما يزعج الأمن والاستقرار فيها مع إدادة الإعمار وتوفير الحياة الحرة الكريمة للشعب السوري الشقيق. أما بشأن ما يجري في جمهورية السودان فإننا ندعو جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف جميع أعمال العنف والحوار واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل حقيقي للأزمة، ونؤكد إن ما وصلت إليه الأمور في هذا البلد بلد العزيز من النزاع مؤسف بين الأشقاء سوف لن يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة. وهنا يؤكد العراق دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي في جمهورية السودان الشقيق واستعادة مسار التحول المدني عبر قيام الأطراف المدنية والعسكرية بترك الخلافات وترجيح كافة المصلحة العامة خدمة لمصالح الشعب السوداني الشقيق. يجدد العراق حكومة وشعبا دعمه الكامل ووقفه إلى جانب أشقائنا في لبنان لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الإقليمية والعالمية، كما يدعم العراق جميع الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية وبناء جسور الثقة في البلاد من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
كما يساند العراق جميع الجهود الداعية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق مصالح وطنية فيها واعتماد الخيار السياسي والحوار البناء بين الأطراف السياسية لإيجاد رؤية وطنية تجمع الأشقاء الليبيين وتقود إلى السلام والتقدم والازدهار لتحقيق آمال الشعب الليبي الشقيق. ويدعم العراق جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة اليمن الشقيق، ويدعم أي خطوات بهذا الاتجاه لضمان حقوق الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار. ويؤكد العراق موقفه الراسخ القائم على احترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ويجدد دعمه لها في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد خدمة لأبناء شعبها العزيز. أدعوكم أيها الأخوة والمجتمع الدولي أيضاً إلى التعاون الجاد لمساعدة بلدان التي تضررت جراء الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية الملحوظة كازدياد مساحات التصحر وشح المياه. أدعو كذلك إلى الإسراع في وضع خطط مدروسة لدفع أخطار هذه التغييرات من خلال تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات المعنية بقضية البيئة والاكتفاء بإصدارها وإبقائها ولا اكتفاء بإصدارها وإبقائها حبرا على الورق. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ينطلق العراق في علاقاته الخارجية وفق ثوابت أهمها مبدأ الحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة الأخرى. وفي وقت ذاته يرفض العراق رفضا قاطعا الانتهاكات التي تطال سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه الأمنيين تحت أي ذريعة، واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات أو أن تكون دماء أبنائه وسيلة لتحقيق أغراض سياسية لأي طرف، فإنه يحذر بأن استمرار تلك الانتهاكات والردود الأفعال المتقابلة سوف يزعزع استقرار المنطقة بالكامل التي دفع أبناء العراق تضحيات كبيرة لتحقيق ودحر آفة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. يشهد العراق اليوم ثورة اقتصادية وخدمية تتبناها الحكومة في إفتاح المشاريع وتقديم الخدمات الجديرة بأبناء شعبه، وبذلك أجدد الدعوة لأشقائنا إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في مقومات النجاح السياسية والمادية والبشرية التي يمتلكها العراق بوصفه بيئة استثمارية مهيئة للوصول إلى تكامل الاقتصادي وتحقيق تطلعاتنا جميعا بتعزيز العمل المشترك، والكل أمل بأن تسدد قمتنا هذه إرادة شعوبنا للنهض نحو تحقيق أهدافنا، ونوحد كلمتنا للتناول في قضايا من موقع المبادرة وبكل منطق وحكمة. وفي الختام أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى جمهورية العربية السورية الشقيقة لقبولها التنازل عن دورة العادية 34 عام 2025 لصالح العراق، وننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في عاصمة العراق بغداد، سائلا الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلداننا، وأن نجتمع دوما على وحدة الموقف والكلمة في وجه التحديات وصولا إلى المستقبل الذي تستحقه شعوبنا الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.